اهلا بحضراتكم في كل مكان. الحقيقه انه افكار الشباب والاهتمام بافكار الشباب يخلي اي دوله في الدنيا تتقدم. يعني الصين مثلا، خبراء الاقتصاد كلهم بيتحدثوا عن انه ما حدث في الصين من يعني تغير كبير في الاقتصاد ونمو كبير في الاقتصاد جاي من مساله الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه والمشروعات الناشئه. احنا النهارده بنتكلم عن مبادرات شبابيه وافكار شبابيه اتنفذت على ارض الواقع، والدولة اهتمت بيها، والدولة اهتمت بأفكار هؤلاء الشباب، والدولة كرمت هؤلاء الشباب. بنتكلم عن مشاريع يعني لشباب شراكة ما بين مدرسة ابتكار خانة ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة دراسز لدعم بقى هذه المشاريع. خلينا نشوف كده ونتعرف على نماذج من الشباب اللي تم تكريمهم امبارح وفازوا في هذه المسابقة. معانا دلوقتي شيماء نبيل عن مبادرة كوني رائدة لدعم التعليم الفني لبنات الصعيد سوهاج، وأيضا محمود أبو زيد عن شركة آرت فريم من إنا، وكمان هايدي الجندي مشروع كوتون تاون القاهرة. أهلا بيكم ومبروك الجوائز. وطبعا عايزه اعرف الجايزه ايه يعني، وكل حد فيكم كده يحكي لنا عن مشروعه وفكرته. هبدا معاكي يا شيماء، احكي لنا فكره المشروع وليه تم اختيارك ضمن هذه المبادره. مساء الخير. احنا كوني رائده هي مبادره مجتمعيه بدانا تقريبا من 2018. بدانا تحت مظله وزاره الشباب والرياضه، مجموعه متطوعات حسينا ان التعليم الفني كمنهج من الحاجات المهمة جدا جدا ان احنا نحس بقيمتها. البنات اللي بتدرس التعليم الفني مهم ان هم يحسوا بقيمة الدراسة دي، لانه حتى لو مش هتشتغلي بيها، لو مش هتكون مصدر اكل عيش ليكي، بس هي بتساعد ان البنت تكون البيت في اكتفاء ذاتي اقل ما فيها. وخصوصا في الصعيد ان البنات لما بيدخلوا مدارس التعليم الفني بيبقى جزء منهم يا اما اجبار، الاهل مش قادرين يدفعوا مصاريف دراسة ثانوية عامة، او حاسه يعني بقله الحيله شويه. طب انت من خلال المبادره قلت لهم ايه جديد عن التعليم الفني؟ احنا كنا بنلعب ونهيص وشويه بشويه بنحكي حاجات صغيره كده، ونروح نرفلكت على ان دي كانت موجوده في الدرس الفلاني ودي موجوده في الدرس العلاني، حاجات حتى بنعملها في المطبخ، حاجات بنعملها لما بتنزلي السوق وانت بتشتري او انت بتعملي شغل، ونرجع لها بعد كده نلاقيها في المنهج الفلاني والماده العلانيه. فهم شويه بشويه حسوا بالموضوع ده، حسوا بقيمه اللي بيدرسوه. ودي عباره عن رحله يعني برنامج تدريبي لمده 6 شهور، توعيه ثم تدريب ثم تاهيل. بنهايه الرحله بيبقى في 3 طرق البنت بتدخلهم، يا اما حابه تعمل مشروع خاص بيها، او ان هي حابه تشتغل في وظيفه فاوكي بندور على وظيفه مناسبه، او فريلانس، وحتى اللي هي بتحلم ان هي تكون بيت واسره بتبقى عندها من الوعي الكافي ان هي تعمل اسره، تختار من البدايه شريك حياتها بشكل واعي. طيب فدي دي كل رائده. هرجع لك تاني يا شيماء. محمود قولي فكره مشروعك واشتغلت ازاي عليها. ارت فريم، احنا عملنا البرنامج اسمه رسمه وحكايه، بنشتغل فيه مع الاطفال من سن 8 ل 16 سنه. بنشتغل معاهم على الرسوم المتحركه والمسرح، ازاي ان هم يعملوا فيلم كرتون وازاي ان هم يعملوا عرض مسرح كمان. احنا بنشتغل في الرسوم المتحركه بخاصيه اسمها ستوب موشن، مش بنشتغل معاهم جرافيك. احنا بخاصيه بسيطه جدا نقدر نعلمها للاطفال وهم يقدروا ينتجوا ده. الفكره كمان ان احنا مش بس ان احنا بنعلمهم ده عشان يطلعوا حاجات فنيه، لكن الاثر المجتمعي اللي احنا بنعملوه معاهم هو ده اللي كان الاهم، وهو ده اللي اتعلمناه في مدرسه ابتكار خانه، ان احنا ازاي ان هم يبقوا واثقين في نفسهم، ازاي ان هم يقدروا ياخدوا قرار، ازاي ان هم يفكروا تفكير ابداعي، ازاي ان هم يتخيلوا، ازاي ان هم يرتجلوا على المسرح، وان هم يقدموا عرض ويبقوا واثقين في نفسهم ان هم يظهروا قدام الناس. فهي دي الاثر ده هو اللي احنا بنقدر ان احنا نعملوه من خلال الانشطه اللي احنا بنعملها دي، سواء من رسوم متحركه او المسرح. طيب انت ايه المشاكل اللي قابلتك وانت بتشتغل في المشروع؟ يعني هو في الاول انا كنت فاكر ان مشكله التسويق، انا مش عارف اوصل ده للناس ازاي او اوصل للاطفال ازاي. يعني هي دي كنت فاكر ان دي مشكلتي، لكن مع مؤسسات المجتمع المدني انا كنت قدمت ده مع مؤسسات كتير، بس انا ما كنتش فاهم ليه الناس مش راضيه تشترك معايا. فلما دخلت مدرسه ابتكار خانه ففهمت ان انا مش عندي مشكله في التسويق، انا عندي مشكله في ان انا مش عارف اصيغ الفكره بشكل كويس، ان احتياج الناس مش عارفهم فين. فلما عملت بحث عرفت ان في نسبه كتير من الاطفال
بنسبة 41% من الأطفال بيستخدموا الإنترنت واستخدام الألعاب الفيديو جيم استخدام غير آمن، وإحنا شفنا مخاطر كتير للاستخدام الفيديو جيم كمان والألعاب الإلكترونية، وبيتعرضوا لمشاكل نفسية ومشاكل انتحار ومشاكل كتير. يعني مع ابتكار خانة قدرت إن أنا أوصل وأعمل بحث وفي إن أنا أشوف المشكلة فين، وهي دي المشكلة اللي إحنا بنشتغل عليها. وقلنا للناس إحنا مش هنقدر نبعد الأطفال عن استخدام الإنترنت والألعاب، بس احنا نقدر نوفر ليهم بدائل افضل احنا نتفرج كمان عليها ونستمتع بيها كمان. يعني لما الاطفال يعملوا فيلم كرتون بشكل فني اكيد احنا نستمتع عليه. مثال على ده، هم هيبقوا مشدودين اعتقد ويستجيبوا. طبعا طبعا. يعني احنا كمان بنشتغل لهم المدارس، بتوصلوا لهم ازاي؟ احنا بنوصل لهم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني الموجوده حوالينا في احنا بنعمل شراكات معاهم كشركه، بنعمل شراكات مع جمعيات اهليه عندنا في او نقابات اهليه. وبنقدر ان احنا نوصل ليهم في القرى. يعني انتوا قد ايه في الشركه دي؟ احنا حاليا خمسه. خمس شباب. اه. طيب نروح لهايدي. هايدي انت عامله مشروع له علاقه بالقطن وتسويق القطن المصري. بالظبط كده. هو كوتون تاون هي منصة رقمية لتسويق القطن المصري، سواء قطن خام أو منتج نهائي، بالإضافة إلى المنتجات اللي هي الصديقة للبيئة المصنوعة من مخلفات المصانع. ده بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، وبندعم بيها سيدات معيلات إن هم يقدروا يستخدموا مخلفات المصانع يعملوا بيها منتجات جديدة زي السجاد اليدوي، زي الشنط المصنوعة من القماش. بنشتغل على شق تاني أو محور تاني هو التوعية. بنستهدف بيها أكثر من فئة، اللي هي الفئات اللي بتعتبر أساسية في قطاع القطن المصري، زي المصممين الأزياء إن هم يعملوا منتجات تناسب الذوق أو الجمهور المصري والعالمي، مصنوعة من القطن المصري. تاني حاجة الفنيين في المصانع اللي عشان يهتموا بالجودة أكتر، المزارعين الاهتمام بالجني وإن هم يزرعوا قطن، ده شق. والمستهلك النهائي اللي هو يبتدي يختار المنتجات المصنوعة من القطن المصري بديلة للمنتجات التانية دي، لأن هو يعتبر القطن المصري أغلى لكن ككواليتي أو كجودة هو أفضل طبعا. طيب برأيك هم اختاروا مشروعك ليه؟ عشان هو القطن المصري هو منتج استراتيجي. كلنا يعني في دلوقتي الدولة، وسواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، الجهات كلها دلوقتي بتهتم إن هو عايزين القطن المصري يرجع لمكانته العالمية، يرجع لهيبته. إحنا السلوجن بتاعنا هنرجع للقطن هيبته. فعشان كده أعتقد إن هو تم اختيار مشروعي، وخدت الحمد لله المركز الثاني في المسابقة. إحنا بنستهدف إن إحنا نطلق المنصة إن شاء الله في شهر 5 الجاي. إحنا في النسخة التجريبية حاليا، والمفروض إن في شهر 5 هيكون إطلاق المنصة بإذن الله. أنت معاكي كم حد في كوتون تاون؟ إحنا خمسة. خمسة. طيب إحنا هنكمل الكلام معاكم، لكن هنروح دلوقتي فاصل ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع الشباب اللي زي الورد ده. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. نرجع نتكلم مع المشاريع ومع الشباب ونتكلم عن قصص النجاح. ارجع لشيماء وقولي لي برايك كده اكتر حاجه تميز رحلتك ايه مع ابتكار خان. هو انا اول ما جالي الايميل اصلا وكلمت اصحابي قلت لهم ان انا اتقابلت في ابتكار خانه وان انا هعمل انترفيو، انا كان اكتر من حد كان بيبارك لي. ابتكار خانه هما بيختاروا النشاط اللي اوريدي بتشتغل بالفعل، فاحنا تحولنا من مبادره لانها دلوقتي مؤسسه تحت الانشاء. دي حاجه انا ما كنتش بصراحه كنت ناويها غير بعد، يعني كانوا بيقولوا لما تيجي تنزلي العمل العام وان انت تعملي مؤسسه دي بعد التقاعد. فعلشان انت محتاجه دعم ومحتاجه دراسة ومحتاجة خبرات. بس رحلة 4 شهور مع ابتكار خانة كانوا تقريبا ما بين السيشنز الجماعية وما بين الوان تو وان سيشنز، كانوا يعني بيشيروا معنا كل الاكسبيرينس اللي ابتكار خانة نفسها مرت بيها وخبرات، سواء كانت قعدات مع أستاذة إمام بيبرز أو كمان التيم اللي كانوا بيدربونا، فخلونا ناخد الخطوة دي بشكل كويس. كمان الجايزة يعني كانت على أساس ان احنا
قسموها كده معانا جزئين وبيتابعوا معانا، ماضيين معانا عقد لمده سنه علشان يتابعونا. بتعملي ايه بالجايزه؟ اه بالظبط كده، فاللي هي دلوقتي مؤسسه وازاي ننشئ والمقر هتعملي فيه ايه ومجلس الامناء والموافقات والكلام ده كله، فهم دلوقتي كمان ماشيين معانا خطوه بخطوه فيها، وجزء منها رايح بقى للانشطه بتاعتنا واللي احنا اوريدي خلاص هننزل بقى في مدارس التعليم الفني في مركز جهينة محافظة سوهاج، وانا كنت اول مرة انزل في البلد عندي، يعني حتة ان انا انزل في البلد دي كانت برضو حاجة محتاجة جرأة شديدة جدا جدا ودعم، ده برضو كان موقف ابتكار خانة خلوني اخده بشكل قوي قريب يعني. ردود افعال الناس بقى في البلد عاملة ازاي؟ دي كانت المفاجأة، ان احنا جهينة ليها طبع خاص، احنا عرب العادات والتقاليد شديده حبتين، فانا اتفاجئت انه لا في ناس بتدعم، واكتر من حد هيبقى في مجلس الامناء، والمقر الحمد لله بقى في مكان بسهوله، ولقيت افكار كتير يعني حتى في دعم، بقى في اكتر من ملف، ملف الصحه عايزين نشتغل على ايه وايه بالظبط. لما نزلت المدرسه لقيت الناس مرحبين جدا، ولقيتهم كمان بيشيروا معانا ان هو في حاجات ممكن يبقى فيها ان هم يوفروا لنا الخامات اللي انا كنت شايله هم ان انا اجيبها كمان بمقابل مادي وكده، فلقيت لا ان انا كنت غلطانه ان انا ما نزلتش من بدري، وان الخطوه دي كانت المفروض اخدها من سنتين كمان. وده لو يدل على شيء الحقيقي يدل على وعي اهالينا باهميه ده حقيقي. اللي يحصل على ارض ده حقيقي. هي فكره رياده الاعمال المجتمعيه بشكل عام يعني دي لما انتشرت كثقافه دي كانت حاجه مهمه جدا، انه زمان كان الناس تقعد على القهاوي وبتشكي يعني في مشاكل، اوكي يعني المشاكل موجوده احنا هنقعد نشكي، بس هي فكره ان انت تحل والحل ده يبقى هو سبب ان انت تعمل بيه بروجكت او مؤسسه او كده يبقى اكل عيشك، دي حاجه تبقى انت من هنا بتلبي احتياج وبتسد فجوه موجوده بالفعل وناس كانت بتعاني منها سنين، واوكي في موارد موجوده في الدوله بس ممكن لسه مش مديه اولويه للجزء ده، فليه ما تحلش انت وده يبقى مكسب ليك وبكره وبعده ده تبقى شركتك مؤسستك. فالثقافه دي لما بدات تنتشر والصعيد شرقان لحاجه زي كده فامتصها بشكل كويس واشتغل عليها بشكل كويس، فلقيت الاثر ده يعني انا ما كنتش فعلا يعني فاكره انه هنزل في جينا وهشتغل ازاي، فلا لقيت دعم ولقيت ناس ولقيت رجاله قبل الستات بيساعدوني، فدي كانت حاجه مفاجاه ليا. ده شيء الحقيقه يعني مفرح، كلامك جدا مفرح جدا بصراحه. طيب اروح لمحمود، عايز اعرف الجائزه فرقت معاك في ايه؟ يعني عملت ايه بالجائزه؟ طيب احنا عملنا خطه الاول مع ابتكار خانه فان احنا ننفذ برنامج الرسمه وحكايه ده 5 مرات في السنه، في منهم مرتين نفذناهم في بدايه السنه، والثلاث مرات دول بيبتدوا معانا من الاجازه الكبيره. لما خدت الجائزه في بعد رمضان جزء من الجائزه دي احنا جبنا بيها معدات واجهزه نشتغل بيها عشان نطور بيها الادوات اللي احنا بنشتغل بيها دي، نطور بيها الشغل بتاعنا. والجزء الثاني ان احنا نفذنا بيه المبادره دي مع الاطفال في اماكن مختلفه، ويعني زي مثلا احنا نفذنا حاليا في ارمنت وحاليا بننفذ في الطائرات، وان شاء الله المره الثالثه دي هننفذها في شهر 10 ولسه دي بنحضر ليها وهننزل في شهر 10 باذن الله ننفذها. عملنا برضو البرنامج ده اشتغلنا فيه من سن 12 ل 16 سنه على الرسوم المتحركه والمسرح في الاماكن دي، يعني نزلنا كرة واشتغلنا مع الاطفال. انتوا عندكم خبره في المجال ده اصلا ولا اتعلمتوا ازاي؟ احنا عندنا خبره في ده والمدربين اللي معانا عندهم خبره. انا مثلا بشتغل معاهم رسوم متحركه، انا اتعلمت الرسوم المتحركه دي من 2013، وكمان درست في مدرسة السينما التسجيلية بصعيد مصر اللي هي جيزويت، وكمان أنا مدرب فيديو مع مؤسسة أضف، فأنا أصلا كنت بحب أصلا التصوير وكده في الأول، بعدين طورت مهارتي في ده وابتديت أدرس وأروح ورش لغاية لما اتمكنت من ده وابتديت أنفذ ده من بداية 2016 وأنا بشتغل في الرسوم المتحركة. طيب أروح لهايدي، هايدي بالنسبة لك إيه الخطوة اللي جاية؟ بتحضري لإيه؟ في البدايه ان احنا كنا عندنا خطه التنفيذ احنا بداناها مع ابتكار خانه، انا كنت داخله ابتكار خانه ولا عندي خطه تنفيذ ولا ميزانيه، كان الموضوع ماشي بطريقه عشوائيه جدا. بدانا نحط اسس للمشروع هنمشي عليه ازاي، ازاي نحلل السوق بطريقه صحيحه، ازاي نحط خطه التنفيذ يعني الشهر الجاي هنعمل ايه بالظبط في الفتره الجايه، فاحنا بنخطط المفروض ان احنا في خلال شهر مايو الجاي هيكون اطلاق المنصه، احنا بدانا فعلا
فيها، ولكن محتاجين اكتر من حاجه المفروض تدخل على المنصه. فالفتره الجايه احنا هنبداها برامج التوعيه للفنيين في المصانع والمزارعين، المفروض ان احنا في صدد ان احنا نطلقها في خلال شهر مارس. طيب انا سعيده بيكم وفخوره بيكم واتمنى لكم مزيد من النجاح ان شاء الله، والشغل لسه قدامكم شغل كتير. اشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله تبقوا معانا وتحكوا لنا عملتوا ايه تاني، والرحله لسه مستمره. الحقيقه الاهتمام بالشباب هو كلمه السر لتقدم ونجاح اي بلد. انا بشكركم شكرا جزيلا، شيماء نبيل ومحمود ابو زيد وهايدي الجندي، شكرا جزيلا على وجودكم معانا. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده من التاسعه، ونشوفكم دايما بالف خير.